شكرا شكرا لكم ايضا اخويا كنت عند الطريق انا كبرتي هلا كبرتي هو كي وزمي اريد ان اعطيكم استعلام صغير عن اعطيونك حسنا حسنا يمكننا ان نتابع في الداخل هيا بنا No, no, not me. I sent Ali and my wife. Yes, yes. What was it for before? This is our gallery wall. Now Sosi will start introducing our artworks. Oh, wow. إننا الآن نعم إننا الآن في صلاتنا الأولى إننا الآن في صلاتنا الأولى التي تنفرد بأعمالها الزجاجية من قبل فنانين مشهورين عالميا ومنهم أريد أن مجرد للتذكير الأعمال ديل تشولي المفروض أن يمكنكم أن أنكم سمعتوا عنه إنه إحدى عمالين الزجاج الذي نقل الزجاج من كونه الاستعمال الوظيفي إلى الفن وإن حتما فعلا إن كثير من الأعمال كثير من البلدان الأوروبيون أوروبيين تبحثون على حصول من أعمالهم ونحن بفضل محسننا جيرارد كافيشان عند إحنا إحدى أجمل أعمال ديل تشولي هنا أريد أن أقول أن كل شيء معروض هنا بالصلاة خاصة إنها من المجموعة الخاصة لجيرارد كافيسجان إنه إحدى يعتبر إحدى أكبر مجمعي الزجاج وإنه أهدى كل مجموعته لأرمينيا ونشكرهم لإعانة هذا المتحف هنا هل يمكننا متابعة من هناك؟ أرجوكم أخرى من قبل ديل تشولي وإن لاحظتم إن لديهم أشكال الملائكة مع السهام وإنهم يسمون الكوبيدون ولكن التركيب الخلق مع الزجاج لم يكن في مبادئ ديل تشولي ولكن أخذ بعين اعتبار الموهبة الفنان بينو سينيوريتو التي كان يعمل معه في الاستوديو تبعه إنهما معا خلقا هؤلاء الأعمال المذهلين هذا الكوبيد كوبيد يا نعم وهنا انت يا رسوم هون بول فيريفلين انت يا رسوم هون ها او منا فيريفو ما منا فيريفو это ишна ну это хорошо сано очень жарко на сосран потом не знаю هنا هذا عمل جون كون من الولايات المتحدة إن لاحظتم إنه لديه أشكال هندسية رائعة وإنه ينفرد من بقدره نعم الانعكاس نعم الضوء الأشغال التالية تنتمي إلى بيرتيل فاليان من السويد يمكنكم ملاحظة الرؤوس الغامضة الناس الطائر والسفن الغامضة في أعمالهم التي تأخذ المشاهد إلى العالم أعتذر إلى عالم المساحة والزمان السحري هذا شيء خيالي نعم الفن هو شيء خيالي طبعا يعني وتكوت ميتافيزيقا نعم نعم صح الفن شيء خيالي الفن شيء خيالي اعطيني لألنا من الله الجنون الجنون نعم. فنون والفنون جنون صح صح عطية من الله نعم شيء ابتكار خلق صح creation أريد
أريد أن أقدم لكم أيضا هؤلاء الأعمال، إنهم تنتمون إلى ويليام موريس من الولايات المتحدة، إنه يعتبر إحدى الأعظم الفنانين الولايات المتحدة. لاحظتم إن على أعمالهم تأثير شديد العلم الأثري والثقافات الوثنية القديمة. نعم. He from Arizona? No, I don't know that for sure. ما بعرف بالضبط إذا كان من أريزونا. إنه عمل مع ديل تشيهولي بالاستوديو تبعه. جميل. جميل جدا. وأريد أن أقدم لكم أيضا عمل هيروشي يامانو من اليابان، إنه كان الدافعة في عمله هي السمك كما ترون. السمك هو ترمز الحكمة والمعرفة في الثقافة اليابانية. هذا يمجب. نعم السمك والحكمة. نعم. بالدبي تم إصداء رب أحد نعم بالدبي قالوا للرباك أن يعمل واحد أكبر منه واحد ثاني نعم واحد جديد ومذهل جدا بألوانه المذهلة المذهشة بالفعل يمكنكم الملاحظة في كونكم أنتم وهذه هي دكان متحفنا أريد أن أفاجئكم بهذه. إنه من سيليكون ومصمم نعم ومصمم من قبل غايتانو بيشي مصمم إيطالي. هذا سلاح من الأرقص واحد يتفرع الكسر. هؤلاء أعمال زوجين فرنسيين إنه كله طبيعي والأوراق والعشب إنهم كلهم مجموعين من تحت من تحت البحر والشاطئ تحت البحر أطول نعم هذه جميلة صورة يمكن حسنا كما تريدون لا مشكلة هنا يمكنكم التصوير هؤلاء أيضا أعمال ديل تشيهولي ولكن هؤلاء يمكنكم الشراء إنهم للبيع نعم من المجموعة الفارسية أيضا actually they change from half from 3 months to half year they start to change. Wow. الآن إننا في صالتنا الثانية التي لها أهمية تاريخية لأن هنا يمكنكم أن تشاهدوا الرسم الجداري لغريكور خانجان إحدى أعظم الرسام الأرمنيين للقرن العشرين إن هذا تم إصداره في سنة 2000 في الفترة السوفيتية ولكنه لم يكتمل كليا بسبب موت غريكور خانجان إنه يتألف من 3 مشاهد التي يظهر فيها أهم أحداث التاريخية الأرمنية إننا الآن في صالة ليبانسكي بريختوفا الزوجين تشيكيين ستانسلاف ليبانسكي ويروسلافا بريختوفا أريد أن أقول فقط أن لدينا أكثر من 100 من أعمالهم ولكن هنا عرضنا فقط كم قطعة إن أعمالهم مبنية في أحيانا على قضايا سياسية في مثلا هؤلاء الاثنين هذا يسمى العرش المحترق وهذاك العرش الفارغ إنهما يرمزان الانهباط الحكمة السوفيتية في تشيكوسلوفاكيا دولار نعم وإننا
اقتربنا إلى العمل المفضل لي. الآن سأخبركم خبريته لأنه مذهل جدا. إن لما اكتشف أن ستانيسلاف ليبانسكي يعاني بالمرض السرطان، ولما إنه رأى نظر على صورته الشعاعية كان له انطباع ملك، ومن بعدها خلق هذا العمل الذي يسمى انطباع ملك. لماذا؟ خدم جيرارد كافيسجيان أثناء الحرب العالمية الثانية، إنه كان مصنوع لرجل أعمال ثري جدا اسمه جي بي مورغان في سنة 1899. ومن بعد هذه نعم، إن الكابتن ما في لسه الخاص ما لقينا كابتن هلأ صغير. تمشي عادي؟ نعم تمشي، لو حطيناها بالماء تمشي كليا. أريد أن ألتفت انتباهكم على هذه الشيء، إنه مرة ألف المدخل المعرض العالمي في باريس في سنة 1900، إنه ألف المدخل، نعم، إنه من خشب بطبقة ذهبية، عليه نبتون زوجته وأخرى. It came from Paris. Yeah, but what was it? It looks almost like a head of a ship or something. What is it? Yes. No, it was... Yeah, it's like a mystic figures, like Neptune. It's Archidia mathematics. Was this on a place? Archidia mathematics. No, it wasn't. It was small, yes. Madam Zender. Captain. كل شيء إنه كيف عمل التكنولوجيا تبعه، إنه كيف عمل هيك أشياء. وأريد أن أقول أن هذه هي صالتنا سفاروفسكي. إن في السنة 2007 إنه ساي فاي. إن في سنة 2007 هي لأنهم عندهم أشكال كالسات، والكل كله كريستال في داخلها، وفي المنتصف هو اللمبة التي تعطيها الضوء. جميل. نعم أحبه كثيرا. Was ist denn gekocht? Schwierig schon heute hier. هل تريدنا أن ننزل إلى التحت؟ عجبكم؟ كثير. عندنا في دبي مول مثل maybe the similar art, I mean the same artist or يمكن من هنا، يمكن من هنا الارتيست. هلا بقول لكم مين الارتيست. مارتن والتس. خلينا نشوف هناك. Wait, 1957.